السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف العاشر الأساسي، معكم المعلمة مها حسام صافي. يتجدد لقائي معكم في هذا اليوم ومع الجزء الثاني من قصتنا والتي بعنوان عناقيد عنب. أعزائي، يتوقع منك في نهاية هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تقرأ الفقرات قراءة جهرية سليمة، أن تفسر أبرز المفردات الجديدة، أن تتذوق مواطن الجمال الواردة في العبارات، ثم تعرب بعض الكلمات إعرابا وافيا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قصة رجاء وعن حياتها التعيسة في الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذه القصة، ثم تحدثنا عن رحلتها اليومية الشاقة والتي كانت تحمل فيها وعاء اللبن لتبيعه في أحياء المترفين. اليوم سنستكمل معا هذه القصة بأحداثها. ننتقل إلى الفقرة. في تلك اللحظة لاحت في مخيلتها صورة والدها مكبا على قطف عناقيد العنب من المزرعة التي يعمل فيها هذه الأيام، يتذوقها ولكنه لا يستطيع أن يحضر إلى بيته ولو حبة واحدة، إذ إن صاحب العمل يراقب العمال عند مغادرتهم المزرعة ويعتذر لهم بأن العنب في أول الموسم وهو غالي الثمن. تذكرت ما قاله والدها وقد ارتسمت على وجهه علامات الكآبة. لقد وعدنا المسؤول عن العمال أن يعطينا ما نريد من العنب آخر الموسم. شهيتها إلى حبة عنب تزداد، تحتلب ريقها وتبتلعه. ماذا تفعل؟ إنها تقترب من كومة العنب. تسمرت قدماها بجانب البسطة، أيحق لها أن تختلس حبة لتتذوقها؟ نحت الفكرة جانبا. أتشتري عنقودا صغيرا وتأكله في الطريق؟ صفعها البائع بعشرة الكيلو يا عنب. تحسست ما بيدها من حصيلة بيع الحليب، فوجدت أنها لا تكفي لشراء كيلوغرام واحد من العنب. وبينما كان الصراع في داخلها محتدما بين الشهوة والفعل، صدمتها يد هوت على صدغها وطيرت الشرر من عينيها، وصوت اهتزت له خلايا جسمها كلها. ابتعدي عن البسطة هيا. الآن أعزائي الطلاب، ننتقل إلى المناقشة. أولاً، ما الشيء الذي تذكرته الفتاة عند الوقوف بجوار بائع العنب؟ ثانياً، ما السبب وراء عدم استطاعة الأب جلب بعض العنب لأبنائه من المزرعة؟ ثالثاً، ما السؤالان اللذان فكرت بهما الفتاة عندما اقتربت من كومة العنب؟ رابعاً، صفعت الفتاة مرتين من بائع العنب، فكيف كان ذلك؟ أعتقد عزيزي الطالب أنك قد أجبت عن هذه الأسئلة بشكل صحيح، بارك الله فيكم. الآن دعونا ننتقل لنتعرف إلى المفردات الجديدة الواردة في هذه الفقرة. مخيلتها تعني تفكيرها، مكبا أي أنه يعمل بجد، شهيتها تعني رغبتها، تختلس بمعنى تسرق، الكآبة أي الحزن والانكسار، شهيتها أيضا رغبتها وقد نوهنا إليها سابقا، تسمرت أي ثبتت في مكانها، بقيت ثابتة في مكانها، نحت تعني أبعدت هذه الفكرة، محتدما أي شديدا، هوت تعني سقطت، وصدغها الصدغ أحبتي هو جانب الوجه من العين إلى الأذن، هذا هو الصدغ. ننتقل الآن أحبتي لنتعرف معا إلى الأساليب الواردة في هذه الفقرة. أولا نتناول الأسلوب الأول، ولكنه لا يستطيع، لكن هنا أداة من أدوات للاستدراك، إذن هو أسلوب خبري ونوعه استدراك. لقد وعدنا المسؤول هو أسلوب خبري أيضا، لأن الجملة يحتمل أن يكون قائلها صادقا أو كاذبا، كما تعرفنا إلى ذلك في درس الخبر والإنشاء. وهنا نوع هذا الأسلوب توكيد، وأداته اللام وقد، إذن هناك أداتين في هذا الأسلوب. أيحق لها أن تختلس هو أسلوب إنشائي، ما نوعه؟ أحسنتم، نوعه استفهام وأداته هي الهمزة.
ابتعدي عن البسطة أسلوب إنشائي. نعم، ما نوع هذا الأسلوب؟ أجل، هو أسلوب أمر. وما الغرض من هذا الأمر؟ الطبيعي أن الغرض من هذا الأمر هو التوبيخ لهذه الفتاة. ننتقل الآن إلى مواطن الجمال الواردة في هذه الفقرة. العنب في أول الموسم، هذه العبارة فيها كناية. كناية عن ماذا؟ كناية عن غلاء سعره وارتفاع ثمن العنب. ارتسمت على وجهه علامات الكآبة. هنا أحبتي استعارة مكنية. لماذا هي استعارة مكنية؟ وبما شبه الوجه، شبه الوجه وكأنه لوح يرسم عليه. إذن الوجه وهو المشبه موجود في العبارة، أما اللوح وهو المشبه به فقد حذف، لذلك كانت الاستعارة مكنية. شهيتها إلى حبة عنب تزداد في العبارة كناية. كناية عن ماذا؟ كناية عن الحرمان والتحسر. تحتلب ريقها وتبتلعه، هنا تشبيه جميل في هذه العبارة، حيث شبه الريق وكأنه شاة تحلب، والاستعارة طبعا مكنية لأن المشبه هو الموجود في هذه العبارة. تسمرت قدماها بجانب البسطة، هنا كناية أيضا، كناية عن عدم تفكير رجاء وثباتها التام بدون حركة. نحت الفكرة جانبا، أيضا استعارة مكنية، شبه الفكرة كأنها شيء مادي يبعد وينحى جانبا. صفعها البائع بعشر الكيلو. البائع هنا قد قال للفتاة عن سعر العنب، ولكن هنا الكاتب قد شبه سعر هذا العنب المرتفع في نظر الفتاة كأنه صفعة صفعها البائع على وجهها. إذن فالاستعارة هنا مكنية. أحسنتم. صدمتها يد هوت على صدغها، كناية عن ماذا؟ كناية عن ضرب البائع لها. طيرت الشرر من عينيها، إذا كانت الصفعة قد طيرت الشرر من عينيها فإنما في ذلك كناية عن قوة هذه الصفعة. ننتقل الآن أحبتي إلى بعض اللمحات الصرفية والنحوية الواردة في هذه الفقرة. تسمرت قدماها، ما إعراب قدماها؟ لدينا تسمرت وهو فعل، والتاء تاء التأنيث الساكنة. ما هي التي تسمرت قدماها؟ إذن ما إعراب تسمرت؟ أحسنتم، إعراب قدماها أعني أحسنتم هو فاعل، ولكن الفاعل هنا بماذا رفع؟ رفع الفاعل أحبتي بالألف. لماذا؟ لأنه مثنى، أصل الكلمة قدمان، ولكن حذفت النون للإضافة. إذن هو فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف. لماذا؟ لأنه مثنى، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. ابتعدي عن البسطة، ماذا سيكون إعراب الفعل ابتعدي؟ أولا جميعنا متفقون أن هذا الفعل هو فعل أمر، ولكن فعل الأمر بماذا يعرب أو كيف سنصل إلى علامة إعرابه؟ فعل الأمر أحبتي هو فعل مبني دائما، ولكن حسب قاعدة معينة يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه. إذن سنأتي بمضارع هذا الفعل ونرى كيف سيجزم إذا سبق بأحد أحرف الجزم. ابتعدي فعلها المضارع تبتعدين، لم تبتعدين، ماذا سيحدث؟ ستحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فستصبح لم تبتعدي، وبذلك سيكون فعل الأمر هنا مبنيا تماما على نفس العلامة التي جزم بها مضارعه وهي حذف النون. لماذا؟ لأن المضارع هنا أحبتي من الأفعال الخمسة. تحتلب ريقها وتبتلعه، ما نوع الواو هنا؟ نوع الواو هنا للعطف، أي جمعت بين أمرين، ما قبلها معطوف عليه وما بعدها معطوف، هكذا يكون. تمام. لاحت في مخيلتها صورة والدها مكبا على قطف عناقيد العنب. كيف لاحت في مخيلتها صورة والدها؟ كيف كان شكل والدها؟ كان مكبا. إذن ما إعراب كلمة مكبا؟ أحسنتم، إعرابها حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تذكرت ما قاله والدها. ما نوع ما هنا؟ ما هنا بالتأكيد هي موصولة، أي تذكرت الذي قاله والدها.
كان الصراع في داخلها محتدما، ما إعراب كلمة محتدما؟ لدينا في بداية الجملة كان، وكان لابد أن يكون لها اسم مرفوع وخبر منصوب. كان الصراع، الصراع هي اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أين خبرها؟ هي الكلمة التي تممت معنى الجملة. كان الصراع محتدما في داخلها، هذا هو الترتيب الصحيح للجملة. إذن محتدما هي خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ننتقل الآن أحبتي إلى الفقرة الرابعة والأخيرة من قصتنا. لم تنبس بكلمة واحدة، فقد أذهلتها الصدمة، فتنحت جانبا مبتعدة عن العيون التي ترقبها، وأخذت تذرف الدمع جزافا في صمت، وواصلت طريق عودتها إلى البيت، وكلها إحساس بالضعف والمهانة. في البيت شعرت بإعياء شديد، لم تعد لها شهية لتناول الطعام، وبعد دقائق أسبلت جفونها المنهكة واستسلمت لنوم عميق. ماذا ترى؟ إنها سحابة عظيمة تجوب الفضاء في سرعة، برق ورعد، أمطار تهطل بقزارة، إنه الطوفان، إنه الغرق، لا، ها هي الشمس تتوسط كبد السماء كبيرة عظيمة. ضوء الشمس يتوهج، تنقشع الغيوم، تغيرت ألوان البيوت، البيوت تزدهي وتتطاول، على جدرانها تلتف الأزاهير والورود، يخرج الأولاد من البيوت، ملابسهم جميلة أخاذة، يدقون الأرض بأحذيتهم الحمراء، تحسست جسمها إنه ممتلئ والملابس جديدة، حملت وعاء اللبن وأخذت تجري فتناثرت منه قطع النقود. قصدت السوق، العنب كثير والباعة يمازحون الأولاد، اشترت بعض العناقيد ووضعتها في الإناء وعادت لتطعم إخوتها. هزها صوت أمها، رجاء رجاء قومي يا رجاء، نمت نوما طويلا، ألم تشبعي من النوم؟ لقد عاد أبوك ومعه العنب. هكذا انتهت قصتنا بعودة الوالد ومعه عناقيد العنب التي اشتهتها رجاء منذ البداية. ننتقل الآن إلى المناقشة. أولا، ما الصدمة التي أذهلت الفتاة وجعلتها تبكي في صمت؟ ثانيا، ما الشعور الذي أحست به رجاء في طريق عودتها إلى البيت؟ ثالثا، ماذا رأت رجاء في نومها؟ رابعا، بما انتهت هذه القصة؟ أحسنتم طلابي الأعزاء وبارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى المفردات الجديدة الواردة في هذه الفقرة. تنبس، لم تنبس بكلمة واحدة، أي لم تنطق كلمة واحدة. تذرف، أي تسكب هذه الدموع. أذهلتها، أي أدهشتها. أسبلت جفونها، أي أرخت هذه الجفون. جزافا، أي بكثرة وبغزارة. تجوب، تعني تقطع. الطوفان هنا بمعنى الفيضان. تنقشع، أي تزول. أخاذة، أي إنها فاتنة وساحرة أو فتانة. تزدهي بمعنى تتزين. ثم تحسست جسمها، أي تلمست جسمها. الآن أحبتي ننتقل إلى الأساليب الواردة في هذه الفقرة. أولا، لم تنبس بكلمة واحدة هو أسلوب خبري. ما نوعه؟ أحسنتم، نوعه نفي، أداته لم. ماذا ترى هو أسلوب أجل إنشائي. لماذا؟ لأن نوعه استفهام، والاستفهام لا يمكن أن نحكم على قائله بالصدق أو الكذب. إنه الطوفان أسلوب خبري، نوعه توكيد وأداته إن. رجاء، رجاء هو أسلوب إنشائي. ما نوع هذا الأسلوب؟ نداء، ولكن أداة النداء أحبتي هنا قد حذفت، وهذا جائز طبعا. لقد عاد أبوك أسلوب خبري ونوعه توكيد. ألم تشبعي من النوم؟ أسلوب إنشائي ونوعه استفهام. ننتقل الآن أحبتي إلى مواطن الجمال الواردة هنا. لم تنبس بكلمة واحدة، في هذه العبارة كناية عن عجز هذه الفتاة.
مبتعدة عن العيون، هنا أحبتي نوع جديد من الجمال ربما لم نتعرف إليه سابقا، ويسمى في اللغة العربية المجاز المرسل. ما هو المجاز المرسل؟ يكون الكاتب يضع كلمة في هذه الجملة ثم يقصد شيئا آخر مرتبط بها. فهنا الكاتب حين قال أن رجاء ابتعدت عن العيون لم يكن يقصد العيون، وإنما كان يقصد أنها ابتعدت عن الناس. إذن لدينا كلمة العيون في هذه الجملة والمقصود الناس. ما علاقة العيون بالناس؟ العلاقة بينهما جزئية. لماذا؟ لأن العين جزء من الإنسان، ولذلك فهو مجاز مرسل، علاقته الجزئية. والعلاقة هنا أحبتي تبنى على اللفظ المذكور وليس على اللفظ المقصود الذي قصده الكاتب. فالعيون لأنها جزء من الإنسان قلنا أن العلاقة جزئية، بينما لو اختلف الأمر وكان الناس هي الكلمة التي في العبارة سيختلف أو ستختلف هذه العلاقة في موطن آخر. تذرف الدموع جزافا أو جزافا هنا كناية عن حزنها الشديد، لم تعد لها شهية لتناول الطعام، دلالة على الحزن والكآبة. أسبلت جفونها المنهكة، منوع هذه الاستعارة أحسنتم، هي استعارة مكنية حيث شبه الجفون بإنسان منهك ومتعب. استسلمت لنوم عميق، هي أيضا استعارة مكنية حيث أنه شبه النوم بإنسان قد استسلمت له رجاء. برق ورعد في ذلك كناية عن ماذا؟ كناية عن الخوف. ثم إنه الطوفان، إنه الغرق، حين يأتي الطوفان فهذا يعني أنها قد شعرت باليأس التام. ها هي الشمس تتوسط كبد السماء، الشمس دوما كناية عن تجدد الأمل، أحسنتم. البيوت تزدهي وتتطاول، استعارة أيضا مكنية حيث كأنه شبه البيوت بأناس تتفاخر وتتطاول على بعضها البعض، هذا هو التشبيه الموجود هنا. تحسست جسمها إنه ممتلئ، في ذلك كناية عن تغير حال رجاء إلى الأفضل. ثم تناثرت منه قطع النقود، في ذلك كناية، أحسنتم، عن الثراء. الباعة يمازحون الأولاد، كناية عن ماذا؟ كناية عن تغير المعاملة. ففي الحقيقة كانت رجاء قد صفعت من البائع، ولكن هنا في الحلم كناية عن تغير معاملتهم للأطفال. هزها صوت أمها، استعارة أيضا مكنية، فهنا قد شبه صوت الأم كأنه زلزال يهز أو سرير يهز، سرير يهز، أيا كان التشبيه. ثم ننتقل الآن إلى اللمحات النحوية والصرفية الواردة في هذه الفقرة. نوع الأزاهير من الجموع، أحبتي كلمة أزاهير هي جمع للجمع، المفرد زهرة وجمعها أزهار أو زهور، ثم جمع هذا الجمع كلمة أزاهير، لذلك يسمى جمع الجمع، وهو أيضا يأتي على صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع تأتي بهذا الشكل، تتوسط الكلمة ألف ثم يأتي بعدها إما حرفين متحركين أو ثلاثة أوسطهم ساكن كما نرى في هذه الكلمة. لم تعد لها شهية، ما إعراب الفعل تعد؟ الفعل تعد هو فعل مضارع، ولكن ماذا حدث؟ سبق هذا الفعل المضارع بأداة الجزم لم، إذن سيكون مجزوما بلم وعلامة جزمه السكون. لماذا؟ أحسنتم، لأنه صحيح الآخر. نوع أخاذ من المشتقات، أخاذ باستثناء تاء التأنيث على وزن أخاذ على وزن فعال، وفعلها أخذ وهنا فعلها متعد وليس لازم، وجاءت على صيغة فعال إذن فهي صيغة مبالغة. الآن أحبتي وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مشاهدتك للفيديو رفعنا والمرسل